الجزائر صنع وفاق سطيف تاريخا جديدا بعد تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله في إياب النهائي مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف، بعد أن كان لقاء الذهاب في الكونغو انتهى بالتعادل بهدفين، ليستفيد وفاق سطيف بذلك من قاعدة الأهداف المحرزة في أرض المنافس ويحقق اللقب. على ملعب مصطفى تشاكر كان الآلاف من الجماهير على موعد من لحظات تاريخية، وحضور تتويج وفاق سطيف باللقب ليصبح أول نادي جزائري يحقق البطولة بشكلها وتسميتها الجديدة. الهدفان جاء في الشوط الثاني، وعاش الفريق الجزائري وجماهيره لحظات عصيبة منذ إدراك فيتا كلوب التعادل حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية والتتويج. تتويج وفاق سطيف باللقب يكمل نجاحات الكرة الجزائرية في الأعوام الأخيرة بعد بلوغ المنتخب للدور الثاني في مونديال البرازيل ونجاحه في حجز أول مقعد في بطولة أمم إفريقيا. عادت الجزائر وأكدت تفوقها على صعيد الأندية بفوز وفاق سطيف باللقب معتمداً على طاقم تدريب وطني. وبمجرد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة اجتاحت الجماهير شوارع مدينة سطيف احتفالاً بالإنجاز الكبير. هذه الجماهير تابعت المباراة عبر شاشات تم نصبها في الساحات العامة بسبب تحويل المباراة لمدينة بليدة القريبة من العاصمة الجزائر. الجماهير الجزائرية احتفلت بالإنجاز الكبير مرددة أغاني تمجد الجزائر ونادي وفاق سطيف صاحب الإنجاز التاريخي.